شو هي الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع المناخي؟ أكيد رح نعرف كل هيدي المعلومات مع ضيفنا بالاستوديو الأستاذ شادي جاويج، رئيس مركز التنبؤ الجوي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذ شادي. يعني خلينا نحكي أول شيء عن سبب ارتفاع درجات الحرارة. شدنا كتير ارتفاع لدرجة أنه الناس تقول نحن صرنا خلاص يعني بالدرجة تخطينا 40، صرنا بالخمسين يعني، زائد الرطوبة اللي كانت بالمناطق الساحلية العالية جدا والخانقة، إضافة للحرائق للأسف بالمناطق الحراجية، واللي بتعرف أنه المناطق الحراجية هي محاوطة للأراضي الزراعية. فهل هذا الشيء سبب ارتفاع درجات الحرارة؟ هلا حنبدأ من الموجة الحارة اللي أثرت من نهاية طبعا، هي كتلة حارة قادمة من شمال شبه الجزيرة العربية، مناطق منطقة الخليج العربي بالتحديد، عم تترافق مع مرتفع شبه مداري في طبقات الجو العليا. أدى هالشيء لاحتفاظ حرارة بشكل أكبر خلال هالفترة الماضية. هي الحالة الجوية هي متعودين عليها نحن مثل ما ذكرتي بآب أو بتموز، هي المرة كان عنا استمراريتها في إيلول كان شيء مميز. مثل ما بنعرف انه بآب عدى كله تقريبا الحرارة على المعدل تقريبا، ما كان في عنا موجات حارة باستثناء آخر ثلاثة أيام، لذلك تعتبر موجة حارة متأخرة عن موعدها اللي هو لازم يكون بآب. هلا بالنسبة للحرائق طبعا نحن حذرنا كثير قبل الموجة، الكتلة كانت جافة وحارة. هلا الرطوبة هي على الساحل عامل محلي، في عنا عامل تبخر، أما باقي المناطق كانت الرطوبة منخفضة بشكل كبير، الحرارة جافة، ونحن بآخر فصل الصيف الأوراق الشجر والأشجار بشكل عام بتكون ناشفة، لذلك أي مصدر حراري أو أي احتكاك أو أي بغض النظر عن أي مسبب حتنتشر الحرارة الحرائق بشكل كبير خاصة بهي الفترة. نعم، يعني أستاذ شادي كمان عم يقولوا هلا هيك إن شاء الله يا رب هي آخر موجة حر رح تكون ضمن هذا الفصل، خلصنا موجات حر. هذا الحديث لأي درجة صحيح؟ وهل رح يجي أو تجي الشتوية قاسية مثل الصيفية؟ تأخرت الصيفية لأجت ولكن أجت يعني قاسية جدا، هل الشتوية نفس الشيء؟ هلا الحقيقه بدايه الصيفيه مثل ما ذكرنا نحن مستمره معنا تقريبا حتى 22 ايلول موعد الاعتدال الخريفي معروف فلكيا. هلا تاخرت الصيفيه، ممكن ما كان في عندنا نحن سابقا كان في عندنا موجات حر تجي بالشهر السادس، حاليا الشهر السادس كان على المعدل، الشهر السابع شهد اخره في بتموز موجه حر، الشهر الثامن كان تقريبا معتدل باغلبه ما عدا اخر كم يوم. المتوقع هلا الفترة القادمة انخفاض طفيف وتدريجي حتى نهاية الأسبوع، مع بداية الأسبوع القادم ترجع لمعدلاتها الطبيعية، والمتوقع كمان ما في عندنا موجات حر بشدة هي الموجة، لأن نحن معدلات أيلول حاليا 33، معدلات تشرين بحدود 28، يعني حتى لو كان في موجة حارة نحن تعريف الموجة الحارة هي 5 درجات فوق المعدل لمدة 5 أيام أو أكثر، لذلك بتكون نوعا ما مقبولة قريبة للمعدلات اللي الجسم البشري بيتقبلها. نعم، طيب في ناس كثير عم بتقول يمكن على مواقع التواصل سالي انه في امطار جاي، شو صحة هالخبر؟ هلا الامطار بهي الفترة حتى لو كان في بتكون ضعيفة نوعا ما، نحن مع المرتفع شبه المداري فرصة المطر بتكون ضئيلة جدا. الامطار ممكن تكون خلال اخر الاسبوع مع انخفاض الحرارة متوقع، لكن توقع الأمطار بهالفترة بيكون صعب، لأن ما في عنا منخفض مثل المنخفضات الشتوية أو المنخفضات الفصل الخريف اللي بيكون فيه نسبة الرطوبة كافية لهطول الأمطار في مثل نعم. نعم، يعني إن شاء الله هيك يا رب يكون هذا الطقس هيك أخف، مثل ما بنعرف قطع كهرباء كثير عم بيصير والعالم ما هذا ما دخلنا فيه نحن أكيد يعني، ولكن إن شاء الله هيك إحنا بنطمن، طمنتنا أنت وطمنت مشاهدينا حضرتك إنه رح يتم انحسار لهيدي الموجة بشكل تدريجي. بشكل تدريجي. أيضا خلينا نحكي عن المطر اللي ذكرته زينب اللي عم يحكوا إنه جاي مطر، هيدا الأمطار خلينا نقول صحية سامة فيها شيء مثل ما عم يقولوا انه ممكن تضرب المحصول اذا اجت بهذا الوقت؟ لا ما في هالاخبار، هي ما وارده كثير بيحكوا على الفيس. تمام تمام. في عندنا اخبار كثير على الفيس على الفيس، يعني على الفيس كله.
لا هي امطار، نحن دائما معتادين حتى ايام زمان حكوا بايلول اخر مبلول، يعني هي الامطار بدايه الخريف بتكون تماما، هي عادي امطار طبيعيه بهالوقت. هلا بهالفتره الحاليه مثل ما ذكرنا فرصه الامطار ضعيفه، ممكن يكون الاسبوع القادم في عندنا فرصه لكن كمان ضعيفه، مع بدايه الخريف بيكون في عندنا عده فرص لهطول امطار، امطار الخريف بنعرفها متفرقه غير عامه. نعم، طب خلينا نحكي لك، كان في موجات حر جديده جايه على بهالشهر؟ لا الحقيقه هي تقريبا اخر موجه، متوقع نحن انخفاض تدريجي هالاسبوع طبعا خفيف، بصير الطقس لطيف مثلا الاسبوع القادم. هلا هالاسبوع عندنا في عندنا 3 ايام تقريبا، هلا بتضل لل 40، نهايه الاسبوع بتنزل تحت ال 40، بدايه الاسبوع القادم بيكون الانخفاض ملموس بالليل اكثر من نهار، بنهار الشمس عم تعوض للساعه، لذلك الانخفاض بيكون ملموس ليلا، ترجع لمعدلاتها الطبيعيه، نهارا بتضل فوق المعدل بحدود كم درجه نهايه الاسبوع ان شاء الله. نعم استاذ شادي، ايضا يعني سنه عن سنه عم نشوف في اختلاف بالمناخ، يمكن نحن بسوريا خلينا نقول عندنا الفصول الاربعه، يعني عندنا الصيف الخريف الشتاء والربيع، ايضا احيانا عم نشوف هلا يعني بالسنين كل ما عم تجي سنه ثانيه عم نشوف شغلات عم تتخربط، ونحن ما لنا متعودين على انه توصل درجات الحراره ل 48، يعني شو السبب؟ هل هو السبب بخط الاستواء؟ هل السبب مثل ما بيرجحوا الفلكيين للكواكب وخربطت الكواكب؟ شو هلا هو نحن في عندنا ارتفاع درجات حراره على المستوى العالمي، لكن نحن بالنسبه لمنطقتنا ما في هالحرارات العاليه، هلا 48 بالشام ما سجلت. نحن الاكبر حراره سجلت بدمشق خلال الموسم الحالي، بدمشق 43، 46 و47 سجلت في المناطق الشرقيه والجزيره. الكتله الحاره نحن مثل ما ذكرنا من المناطق منطقه الخليج العربي وصولا لمنطقه العراق، الحدود السوريه العراقيه، المنطقه الشرقيه والجزيره بتتاثر اكثر من باقي المناطق، صحيح، لذلك بتسجل درجات حراره عاليه. ثاني شيء نحن بنقيس الحراره طبعا في الظل، الحراره بالظل بتكون اقل من الحراره المعتاده عند المواطنين، يعني لما بنقول نحن 44 او 43 بيكون مقاسه في الظل بعيده عن اي مؤثر خارجي. ممكن اذا حدا عنده عمل بالشمس او ضمن مؤثرات خارجيه، عربه، معمل، مصنع الى اخره، تكون الحراره اكثر من هيك بكثير، كمان لذلك نحن ما فينا نقيس الحراره بمكان موجود اي مواطن، صحيح، ناخذها بالشروط النظاميه بالظل هي بتتاخذ بالظل بعيد عن اي مؤثر خارجي، يعني بالظل في ضمن حقل تربه، ما بيكون في عندنا مصادر اشعاع يعني انعكاس للحراره، ما في عندنا مصادر مثل مركبات عربات، الشوارع بتعطي حراره كثير عاليه، ما في مصادر طاقه ثانيه، بعيده عن اي مصدر خارجي. نحن استاذ شادي بدنا نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله بنشهد فعلا انخفاض تدريجي بدرجات الحراره، لانه مر اسبوع كثير لهاب. تمام، هو تقريبا هذا الاسبوع الثاني، يعني اسبوع وهذا الاسبوع الثاني 14 يوم بايلول، يعني هي ما سبقت حصلت، حصلت باب وتموز عندنا سنه 2015 و16 و17 كان في عندنا موجات حر بتموز واب، لكن بايلول هي اول مره بتطول الفتره الحاره. نعم شكرا كثير لك استاذ شادي على المعلومات اللي قدمتها، وان شاء الله يا رب هيك بتخف موجه الحر، ونتمنى السلامه للجميع. شكرا لكم. شكرا.